هو الجاني. ما هو اللي عم تحاولي تحميه هيك؟ ملهر؟ ملهر انت شو عم تقول ملهر؟ ملهر؟ ملهر تعال هون يا ملهر. ملهر شو عم تقول؟ ملهر بترجاك تتركه يا ملهر بترجاك. بيقولوا انه الرجال يلي بيكون عم يموت بيقول الحقيقة، لما يقرب من الموت رح يقول الحقيقة دغري، معناها رح اتأكد من هالشي. ما رح تجاوب ما هيك؟ ما رح تجاوب ما؟ ملهر بدك تحكي ولا لا؟ لا، الكبير هو اللي كان عم بسوق السيارة. الكبير؟ الكبير اللي كان عم بسوق السيارة. الكبير هو اللي عمل الحادث بهداك اليوم. هي الحقيقة بس الكبير وفيفيك وأنا منعرف فيها. وبعدين خبرت أنا بريا بالقصة بس بعد فترة طويلة. بس وقتها أنا ما كنت بعرف إنه الشخص اللي توفى بالحادث كانت أمك أنت. نحن اكتشفنا هي الحقيقة باليوم اللي تزوجت فيه أنت وسنبدا، بس كيف عرفنا؟ ما عرفنا بهالشي غير وقت اللي ورجتنا صورة أمك. طلعنا بالصورة وتأكدنا، بس نحن ما كنا بالحالة اللي منقدر فيها إنه نخبرك عن حقيقة موت أمك. لهيك خلينا هالشي سر، خبيناه جوات حيطان هاد القصر وما خبرنا حدا. وبعد ما تأكدنا حتى أنو بريا ما خبرناها، ما قلنا لأنه اللي توفت كانت أمك أنت. وين الكبير؟ لك الكبير وينه؟ وينه؟ وين راح الكبير؟ ملهر 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 بس اسمعني شوي ملهر. افتح الباب يا كبير. إذا مفكر إنه رح تحمي حالك بإنك رح تضل متخبي بالغرفة فأنت غلطان، ورح تتعاقب على موت أمي بالنهاية. ملهر ملهر بترجاك فكر بعمره. ملهر ملهر عم بترجاك ملهر عدي. فكر بعمره بس ملهر. ملهر أنا عم بترجاك يا كبير. ملهر بترجاك. لا يا كبير حرام عليك، هو عمره كبير، كيف بدك تعاقبه هلا؟ متوقعة مني إنه راعي عمره؟ لك هذا ما بيستاهل أي احترام. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.